بالتزامن مع حادثة هروب السجناء من سجن غويران على الحدود العراقية السورية، شرعت القوات الأمنية بعملية استباقية أمنية في مناطق صحراء الحضر من قبل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي. تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق بشكل عام والموصل بشكل خاص خلال اليومين الماضيين، وجاءت هذه التحركات عقب هروب الدواعش والتوترات الأمنية في الحسكة السورية، حيث شرعت القوات الأمنية من الحشد الشعبي المتمثلة باللوائين 44 و25 والجيش العراقي بعملية استباقية في صحراء الحضر لتأمين الشريط الحدودي بشكل تام للحيلولة دون تسلل العناصر الإرهابية الفارة من سوريا إلى الموصل. الأخوان متواجدين في الحدود من حرس الحدود المنطقة السادسة وكذلك الجيش العراقي والحشد الشعبي، وهم اليوم يخوضون معارك مع زمر الإرهابية اللي متواجدة هناك. وصراحة أكو هي مفارز متنقلة في عمق الصحراء. اليوم قطاعاتنا أشرعت بعملية نوعية بمشاركة الجيش والحشد الشعبي وكذلك الوكالات الأمنية المتواجدة في محافظة نينوى، والحمد لله أكو نتائج جيدة. وخلال عمليات البحث والتفتيش عثرت قيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي على 5 جثث لعناصر من عصابات داعش الإرهابية سقطوا إثر قصف جوي استهدف مضافا لهم في صحراء قضاء الحضر، فيما كان أحد العناصر الإرهابية يحمل حزاما ناسفا، فضلا عن العثور على إحدى الجثث متفحمة داخل العجلة. أيضا مثل ما تشاهدون أخوان الأعزاء، أي نعم، حاليا احنا مسيطرين على الوضع وبالتنسيق مع الجهات الامنيه الاخرى والحشد بقيه القطاعات، وان شاء الله يعني ماكو اي خرق امني وان شاء الله منطقه امنه يعني. وبحسب مختصين فان عمليات داعش ستزداد خلال الفتره المقبله، لأنه سيحاول استغلال الوضع السياسي المتشنج لزيادة تهديداته والاستقواء بأحداث سوريا. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل.